من طرف البيضاويين، يعني كتشوفوا كاين الناس اللي كاين بارد شويه، ولكن بالرغم من ذلك فالبيضاويين هابطين كيستمتعوا بالاجواء. يعني كنلقاو ان اسر هابطين جالسين حدا البحر، دراري كيلعبوا الكره، دراري صغار اللي جيبهم المدرب ديالهم باش انهم يترينيو. كاينين الناس يعني كيبانوا من عائلات كيعوموا في البحر، يعني المبارد، يعني الناس كيعوموا، غير هو الواحد ياخذ الاحتياطات ديالو ويحاول انه ما يعرقش بزاف. يعني كاينين بنيتات صغار كذلك كيعوموا في البحر، غير هو الواحد يحاول انه ياخذ الاحتياطات ديالهم. الامهات اللي جايبين بنيتات ديالهم والوديدات ديالهم يبقاو وحدهم ويحضوهم ما يخليوهمش، يعني لان غير مؤخرا ولينا كنشوفوا حالات ديال الغرق بشكل كبير وكبير بزاف. يعني حتى كما كنشوفوا كاينين يعني كاينين الناس الحب ديال انهم يجيو حتى البحر باش انهم يرتاحوا نفسيا، يحيدوا ستريس ديال السيمانه كامله، خصوصا ان احنا في يوم الجمعه يعني نهايه الاسبوع، فالناس كيجيو باش انهم ياخذوا طاقه جديده. كاينين عائلات ما كيخرجوش وليداتهم السيمانه كامله، فكينتظروا نهايه الاسبوع باش انهم يخرجوهم هكا باش يبدلوا الجو ويستمتعوا بالعطله، عطله نهايه الاسبوع. يعني وحاجه زوينه ان نشوفوا ان باقا عندنا الثقافه ديال اننا كنخرجوا وليداتنا باش انهم يبدلوا الجو، كذلك حتى ان احنا كندخلوا وليداتنا لدي كلوب ديال الكره باش هكا كننميو فيهم حب الموهبه، يعني يمارسوا الرياضه اللي كتعجبهم. غير هو كنعاود ناكد عليكم على بالنسبه للناس اللي يعني بالنسبه للناس اللي كيخليو وليداتهم انهم يعوموا في البحر يحذوهم، راه مؤخرا شفنا حالات ديال الغرق اللي كثيره بزاف. يعني كاين واحد الشاب اللي غرق هنا نيت في شاطئ عين دياب، كاين اللي غرق في طماريس، كاين اللي في عين حروده. ف راه ماشي موسم ديال العمان، نحاولوا ان احنا نبقاو غير في الحدود اللي نقدروا ان احنا حتى الا جات شي موجه ولا حتى كان البحر كيجر فاحنا نقدروا ان احنا ناخذوا راسنا ونسهلوا، حتى الا شافنا شي واحد كنغرقوا ولا الماء دينا يحاول انه يعتقنا ويجرنا. يعني ما شاء الله كنشوفوا شباب المستقبل، يعني ما نعرفوا ان احنا غدا نشوفوا واحد من هاد الدراري في المنتخب الوطني ولا في احدى الوطنيه ويبصم الاسم ديالو فيها. يعني هذه حاجه زوينه، ونصيحه للاباء يعني ديما فاش نشوفوا الاولاد ديالنا كتعجبهم شي حاجه نحاولوا ان احنا نمشيو معاه في هذيك الطريق ديال الموهبه اللي كتعجبه، يعني كتعجبه الكره ندخلوا لشي كلوب انه يلعب الكره، كتعجبه السباحه ندخلوا انه يدير الناطاسيون. كيعجبو دابا راه باقل الامكانيات، يعني ماشي مابقاش داكشي كيتطلب مصاريف كثيره، ومن غير هادشي نقدروا كاع غير نجيبوهم حدا البحر ندوهم لشي يكون عندهم واحد الاحتكاك مع الناس ويكونوا كيمارسوا داكشي اللي كيعجبهم. فالصراحة الأجواء زوينة في شاطئ عين دياب، رغم أن كنشوفوا شوية ديال الضباب، الجو بارد شويه، ما كاينش هذيك الحراره كما كانت بالامس وكما كانت في بدايه الاسبوع. يعني الجو شويه، ولكن الناس ما كيحرموش راسهم من انهم يخرجوا ويستمتعوا بالاجواء ويعوموا، غير الواحد يحذر راسه من البرد ويحذر راسه من الغرق. ف بارطاجينا معكم مشاهدينا الاجواء بشاطئ عين دياب كي دايره، نتمنى انكم حتى نتوما تقولوا لنا البلاصه
اللي كاينين فيها والمدينه اللي كتسكنوا فيها، واش فيها البحر ولا لا، وفاش كتبغيو انكم تبدلوا الجو وتستمتعوا بالوقت ديالكم فين كتمشيو. الى هنا مشاهدينا وصلنا لنهايه التقاو معكم بث مباشر اخر، الى اللقاء.